هلو هلو، شاكو ماكو. طبعا اليوم راح اتحداكم تحدي باول برنامج، تحدي راح اكلكم لحم ني. راح اتحداكم ناكل 16 قطعه سوشي مع شرب اخطبوطات البحر. اخطبوطات توني مسك الكاميرا هيك لانه في تعليقات كثير، لا ترجع الكاميرا. اوكي ما راح ارجع الكاميرا. هلا في عندنا فرصه غدا، بفرصه الغدا شو بنساوي؟ نتغدى صحيح، وحابب اشرب شو بقولوا هذا، اعشاب البحر. اعشاب ليش الكاميرا؟ حابب اكل اعشاب اشرب ولا اكل؟ في عندي خربطه دائما بينكم بين اكل واشرب واشرب واكل. راح اشرب اعشاب البحر، شوربه طيبه كثير من اعشاب البحر، واكل 16 قطعه سوشي على كيفكم. هون السوشي شي رواق، تخيلوا انتم 16 قطعه رايح اشتريهم من هون. وصلنا يا هير هيلين. وين رايح تعرفوا؟ كيف قول هي هي اكو هي المنيو يا يلا دسامة سكستو هون يا لاكس نو لا افوكادو لاكس اندرولي اوكي يا ذات وات هي وات هي كول ذات لاكس رايت and that what he called right that one ja det står ingen namn på dem. Laxscampi 8 bitar 10 bitar, men du vill ha mer än lax och scampi. No I mean that what his name shrimp yeah shrimp and lax and rolle yeah 16 bitar yeah scampi there yeah the yeah وهي الشوربه very happy take away هاي الاعشاب شو كيفكم اعشاب رواق هذا الصحن هون بس عاد بيستنوا طبعا انا من عشاق السوشي واللحوم اللي مو مستويه مو مستويه بس السوشي بحبه كثير 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 ليش دائما بطلع نص ليش انا بحاول من قدر الامكان طالع ثلاث ارباعي اها لازم ندير الكاميرا هيك استنى شوي طبعا هلا وصينا وعم نستنى على فكره جايكم على هولندا مين راح يستنى بهولندا شوف جايكم قريبا رح ننبسط كلنا وهلا رح عم استنى سويت اوردر وعم استنى الدجاجات وهي الشوربه فيها شيء اخضر رح اورجيكم اياها شوفوا الاعشاب هاي الاعشاب طبعا المطلوب منكم هلا كلكم تعلقوا وتكتبوا شو بدكم التحدي الثاني اللي راح يكون مشان ننزلكم اياه صح نسيت اقول لكم اللي ما اشترك بقناتي الجديد الكل يشترك فورا هي بالصندوق اللي موجود تحت بس اضغطوا عليه واشتركوا فيها هي فلوجات يوميه مو تحدي هلا لا الله شي رواق شربتهم هي للتلهندية رهيبة طيبة كثير كثير بحبها كثير كثير خاصة بالشتاء بتعرفوا كل مرة بعبي ثلاث مرات أربع مرات مع إنه هي لازم تاخذ مرة بس الله
تحير الخضروات البحرية. أنتوا بتاكلوا هيك شغلات مثلي؟ مين بحب هالقصص هاي؟ طبعاً اللي بحب السوشي أنا والمخرجة السويدية دائماً كل يوم لازم نأكل سوشي بالغداء، والباقي اللي بيشتغلوا معنا اللي مشتغل معنا سوا في روعة وفي إبراهيم في غيره ما بحبوا السوشي، ما حب يأكل سوشي أبداً، ما بعرف ليش. رح نسأل المخرجة شو رأيها بالسوشي. Visit. Tell him what you think about sushi. Oh, I think sushi is fantastic. It is a little bit like Swedish herring, you know, raw fish. Yeah. Well, it doesn't. It's but, not exactly. Yeah, but it's nobody eats sushi in the Muslim world. Only me and you. Yeah. Like and Ibrahim Mats. And Mati. Yeah, Mati eats sushi, but Rawa and Ibrahim, no one eats sushi. But what do you think about sushi? Good? I think it's very good, and I think you have a very good taste. Yeah. All the time I take 6 tons, Peter. Damn, it's very good taste. Yeah, it's very nice sushi. I have to go and buy something for Roa. Okay. I'm going to take that stock and go. Yeah. Okay, see you. Bye-bye. طبعا هلا عم يستنى ليخلص. بعد ما يخلص رح اخده وروح الشركة. بعد ما يخلص رح اخذه وروح على الشركه وابلش اكله، ما رح استنى حدا ابدا لانه انا كثير جوعان. اخواتي انا ما بعرف ليش انه القناه الجديده عندي في ما بعرف مين سوا كما يعني كذا قناه نفس الاسم اللي عندي ونشر الفيديوهات طبعا. يعني هي شغله سيئه للاسف. انا بحب منكم انه هالشباب اللي يسووا قنوات بنفس اسمي انا انه هن يعملوا قنوات لهم باسمهم وينتجوا هن شيء، لانه هاي القنوات يعني بتسكر بسرعه، راح تسكر لانه في عندي حقوق نشر. انا بتمنى انه كل شيء حدا جديد انه لا تقلد لا تسرق انه اسم حدا او شيء، لانه ما راح تستفيد شيء. ليش لحتى هيك بتمنى منكم انه انتم تعملوا القنوات هي وتستفيدوا منها، مو مثلا تقلد وتاخذ فيديوهات من حدا ما بعرف شو. هلا انا شفت اللي عدد اللي اشتركوا تقريبا 6500 ل 7000 قناه، مع انه هون متابعيني انه انتم اكثر من 115000 114000 مشترك وهن 7000 بس. ليش بدنا نوصل الان شيء ل 10000 مشترك؟ يعني هال 115000 10000 ما راح يجي. وينكم يا زلمه؟ كلكم روحوا اضغطوا عليها سبسكرايبر، هي موجوده بالصندوق الورا، اضغطوا عليها سبسكرايبر وتابعوها راح تحبوها كثير كثير. قناه حلوه. وهي تقريبا صار الاكل وراح اكل اكل ممكن. خلصوا. هلا راح اتحب اكل اكلهم كلهم 16 قطعه 16 قطعه تنطح قطعه جاهزين. يا ثانك يو فيري ماتش. تك تك هيلو باي باي. واخيرا خلصوا. هلا وراجع بجيبهم طقس شوي. شايفين طقس ما احلاه. هي ستوكهولم طبعا، هون مكان مشتغل الشركه. هاي السوشي السوشي طبعا بيتاكلوا بالخشبتين بالاصابع بالخشبات. شايفين الجو ما احلى. ستوكهولم جميله جدا. هذا اكل مخالفه، المخالفه ب 1000 كرون يعني تقريبا 100 يورو، وهذا اكل مخالفه هي 2000 كرون. ليش؟ لانه هي الارما ما لازم يصف بعدها. شايفين مكتوب انه ما بصير تصف بعدها، هو صف. هذول ما بياكلوا مخالفه. يعني تخيلوا كل سياره 1000 يورو، اذا اكل باليوم مخالفتين يعني الزلمه يودع. هاي الشركه هلا طالعين لفوق على المطبخ لحتى ناكل. How are you man? Hello. Peace. We're gonna eat sushi. Peace.
شوفوا الشمعة، شوفوا الأجواء، يلا ناكل. وفي شوي ليش ما عم أعرف نزله، ما أعرف شو بدي نزله. المشكلة ما عم لاقي شي ستاند، لك ليش هيك؟ بدي وقف بس ما عم توقف. لا فهمنا، قالوا لي ما بدنا نشوف نصك. حطيناه هون منيح، أظن هون أفضل. إي هون أفضل. هاي وجبتي تقيلة، تا 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 تا، شايفين؟ 6 بيت هري. 16 قطعة سوش، هلا رح ناكلها ورح نتحدى اكل. شايفين طبعا كل شيء ناي فيها، ما فيها شيء فريش. ما بعرفش طبعا، بصور صور مشان نزلكم اياها بالفيديو، لانه ما بحسن بعد ما اخلص ارجع صور. رح نزلكم صور بالمقدمة الفيديو. يا بفلوق هي صاروا جاهزين لنبلش ناكل السوشي. تا 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 ملح تا بحب الملح. فيها سمك ني ورز مو مستوي كامل وخضار وسمك بيجي مثل ستيك، كمان بنحفظ بلف وفرز. هاي القطعة الأولى، هاي الثانية. قد ايه صاروا؟ طبعا بحبها كثير، يعني بعشق السوشي. شو رايكم بتحدي ثاني، تحدي الاخطبوط؟ على فكرة البقدونس كتير مفيد للدم، كتير.
هذا الصوص الاخضر هذا شايفينه من اقوى انواع الحد الصيني، هذا مستحيل حد يحسن ياكله. ما بعرف اذا في حد بياكله هون. يا لطيف ترى ما صار لي ثلاث دقايق نبلش خلصنا 10. على فكرة أنا بحسن أكل 20 صافي، 20 قطعة بس ما عندهم لا 20 لا 25 لا عندهم 16 أو 25. تقريبا حق الوجبة هي بالدولار عبال البلد